بسم الله الرحمن الرحيم. الزول في اللون السيد شعلان اسماعيل، ممثل عن مترشح جبهة القوى الاشتراكية السيد أوشيش يوسف. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريين، إنها لحظة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديثة، أين الفرصة مواتية لإحداث تغيير عميق يتماشى مع تطلعات الجميع، حيث عبر الجميع عن ذلك أيام الحراك الشعبي، لكن لم يتجسد ذلك على أرض الواقع، سواء لعدم توفر شروط مناسبة لذلك أو عدم هيكلة أفكار الحراك في مشروع وطني يترجم مختلف جميع أطياف المجتمع التي كان يعبر عنها بطريقته الخاصة. لكن على الرغم من ذلك، تبين مع الوقت أن السبيل الأمثل لتحقيق تلك التطلعات يحتاج إلى منهج ديمقراطي لا مناص منه، ألا وهو المضي في مسار انتخابي يكفل خيار الشعب عبر الصندوق بتعبيره الحر. ولهذا فإن الأفافاس عبر إجماع حزبي قرر ترشيح الرفيق يوسف أوشيش كفارس لقيادة المرحلة الراهنة والمستقبلية للبلد، كونه يحمل من الصفات ما يخول له أن يكون رجل المرحلة، رجل يتسم ببعد النظر نتاج نضال متجذر، شاب يافع له من الطاقة ما يجعله قادر على التفكير الإبداع والتحمل، رجل تخرج من الجامعة الجزائرية متشبع بقيم الديمقراطية والوطنية، رجل خرج من كلف الشعب يحمل هموم الجزائريات والجزائريين، وعارف بيوميات الطبقة الكادحة ومطلع لجميع تفاعلات المجتمع ما ظهر منها وما بطن. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريين، الكثير يغرد من خارج السرب أن المشاركة في هذه الانتخابات عبارة عن مغامرة سياسية قد تعصف بالحزب لكونها محسومة آنفا، لكن من هذا المنبر أصرح أمام الملأ أن الوصول إلى الحكم وتربع السلطة يحتاج إلى إطار قانوني متفق عليه، وهو المسار الانتخابي، ودونه لا سبيل. وهنا تتبادر إلى الذهن أسئلة أمام هذه الإشكالية: هل القطيعة هي الحل؟ هل العزوف عن السياسة سيأتي بمخرجات أفضل؟ هل الاستقالة السياسية ستأتي بثمارها؟ أسئلة جمة يمكن طرحها، لكن لن تضفي المشهد بنتائج مرجوة ولن تزيد من الطينة إلا بالله. فلقد سبق للحزب عبر عقود مقاطعة الاستحقاقات المصرية كهذه، لكن الأمور لم تأخذ المنحى المنتظر، فغيابك من المشهد السياسي سيخسف بك ويرمي بك في جب المنسيين. فبلا شك فالعزوف عن السياسة سيخلق خواء وعيوي وتجمد في الحركة التفاعلية للمجتمع، ما يستلزم نشوء أجيال مغيبة جاهلة لواقعها وغير مدركة لمآل أفاقه وتطلعاته. فنحن في الأفافاس نسعى جاهدين بلا هوادة ولا ملل لإعادة الديناميكية الفعلية للشباب الطموح في بناء وطنه عبر إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، خلق فضاءات للحوار يندمج فيها برؤاه المتنوعة، وبذلك يسهم ويساهم في وضع لبنات في بناء الوطن والدولة. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريين، إن تبني الأفافاس عبر مرشحي يوسف أوشيش شعار رؤية الغد، رؤية المستقبل، لا بصيرة إلى لتبصر إلى ما آلت إليه الأوضاع حاليا، ولا تبصر لما يجب التنظير له للمستقبل، لأن الوضع الإقليمي والدولي يستدعي التمعن في وأخذ الاحتياطات والتدابير الملائمة لحفظ سلامة البلاد من المتربصين الذين ما فتئوا أن أنهوا تقسيم الشرق الأوسط حتى وجهوا جل ثقلهم لإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية والجيوستراتيجية إلى شمال إفريقيا. ففعلا فقد وفقوا في ذلك في السودان، ليبيا والساحل، ويترقبون اللحظة المواتية للانقضاض على الجزائر
ذلك إن وجدوا شرخا في التركيبة المجتمعاتية ومؤسسات الدولة. لكن هيهات، إن تضافرت الجهود وتوحدت القلوب فعلى الجميع الحيطة والحذر، فالتمسك بالوحدة والسلامة الترابية أمر حتمي وواجب أخلاقي ووطني. فمن هنا مشاركة الأفافاس تعتبر سد منيع لمن تسول له نفسه المساس بالوطن، وتندرج ضمن رؤية وطنية موحدة وجامعة للشمل. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريين، لن تتجسد أي خطوة ترقوية ولا وثبة فعلية دون استقرار سياسي، ولن يتأتى الاستقرار ولا تقوية الجبهة الداخلية إلا عبر وضع نظرة استشرافية تكفل حق المواطن في عيش كريم عبر حقوقه الدستورية، حقوق سيعمل الأفافاس لتكريسها عبر دستور توافقي مع جميع فعاليات المجتمع، دستور سيكون مرجعية وطنية يضمن دولة الحق والقانون، كما أنه سيكون دستور لمدى طويل يرسم معالم الجزائر المستقبلية. لذا من هنا نناشد الجزائريات والجزائريين للتصويت على السيد يوسف أوشيش مترشح الأفافاس، مرشح الشعب، مرشح الشباب، ومرشح الأمل، ومرشح التغيير الفعلي.